بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وتقبل الله أعمالكم، صيامكم، قيامكم، عباداتكم. لم يبقى من شهر رمضان المبارك إلا أيام معدودة، 3 أو 4 أيام، ونودع هذا الشهر وداع حبيب لحبيبه إلى أن يعود إن شاء الله في العام القادم، وأنتم على أتم صحة وعافية. طبعا ليس من السهل أن نودع شهر رمضان المبارك، وقد ذكرنا لكم في بداية هذا الشهر الكريم أن هذا الشهر سيأتي سريعا ويذهب سريعا، وقلنا لكم ما هي إلا غمضة عين وإذا وأنتم في نهاية هذا الشهر. فهلموا أيها الإخوة، هلموا للاستفادة من هذا الشهر، لما تبقى من هذا الشهر الكريم. الله تبارك وتعالى يعتق في كل ليلة المئات بل الآلاف في بعض ليالي هذا الشهر كليلة الجمعة، فلنكن من العتقاء هذا الشهر الكريم، لنسجل أسماءنا في هذا السجل الذي سيغلق بعد أيام، سجل شهر رمضان المبارك لهذا العام. ساعات وأيام ويغلق الملف، لنسرع أيها الإخوة، لنسرع لنكون من المرحومين وليس من الملعونين في هذا الشهر الكريم. نسجل أسماءنا في سجل الخالدين، عسى ولعل الله تبارك وتعالى يرزقنا عاما آخر وشهر رمضان آخر إن شاء الله تعالى. فلم يبق إلا أيام، وهذه الأيام لنحاول أن نعطي لهذا الشهر حقه، حقه في الصيام، صيام الجوع والعطش، والصيام عن الكلمات البذيئة، فقط ليس صيام البطن، صيام العين وصيام اللسان وصيام الأذن وكل الجوارح تصوم، لعل الله تبارك وتعالى يقبل منا التوبة ويسجلنا في عداد المرحومين والسعداء وليس ضمن الأشقياء. أيها الإخوة، كان حديثنا خلال الأيام الماضية ولعله لعدة برامج تكرس الحديث حول حقوق الإنسان لدى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الإمام العظيم الذي كان ولا يزال سهما يرميه كل جائر وكل باغض وعدو لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الإمام الهمام الذي وضع لنا الكثير الكثير من العلوم، ومنه علم القضاء، وقد كتبت حقيقة والشيء بالشيء يذكر، كتبت كتابا عن القضاء والنظام القضاء عند الإمام علي عليه السلام، حري به
أن يتحول إلى درس في الجامعات وفي معاهد القضاء ليتعلم قضاتنا دروسا وعبرا ويتخذوا من علي منهجا لهم في حياتهم العملية عندما يجلسون على دكة القضاء ليحكموا بما حكم به أمير المؤمنين سلام الله عليه. وصلنا أيها الإخوة في الحقوق القضائية إلى صدور الحكم، فإذا صدر الحكم من القاضي، إذا صدر الحكم فأيضا للمتهم أيضا حقوق، فما هي حقوقه عند أمير المؤمنين؟ أول هذه الحقوق على القاضي أن يفسر النص القانوني لمصلحة المتهم، باعتبار أن المتهم هو العنصر الضعيف، ولذا اعتادت جلسات القضاء أن يكون المتهم على يسار القاضي، وهذه رمزية تدل على أن هذا المتهم هو في قلب القاضي، وهذا هو المنهج الإسلامي حقيقة. المنهج الإسلامي هو الدفاع عن المتهم، باعتبار أن المتهم أو المدعى عليه، المدعى عليه هو بريء، وحسب القواعد الفقهية هو بريء حتى تثبت إدانته، فلا بد للقاضي أن يتحرى الحقيقة دفاعا عنه، ولذا أقر هذا المنهج البينة على من ادعى، فعلى من يدعي البينة أن يأتي بالشهود. أما المتهم المدعى عليه فهو الطرف الضعيف، اكتفى الإسلام منه باليمين، واليمين هو إقرار على براءته، أن يقر على نفسه بالبراءة فيكون اليمين، ولذا كانت البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهكذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ترجم هذا المنهج إلى الواقع، إلى الواقع العملي، فكان يفسر دائما الأحكام الصادرة لمصلحة صاحب الحق، سواء كان متهم وحتى بعض مرات المدعي هو العنصر الضعيف في هذه الحلقة وهو صاحب الحق، فالإمام سلام الله عليه يدافع عنه. وهناك نماذج عديدة سنأتي إليها تباعا. طبعا قبل أن نأتي بالنماذج نحاول أن نقارن بين ما تحدثنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ومحكمته العادلة ومحاكم التفتيش، هذه المحاكم التي أقامتها الكنيسة في العصور الوسطى في القرن 19 والقرن 18، عفوا في القرن 8 و9 الميلاديين، هذه المحاكم التي كانت تحاكم الإنسان بدون أي عدالة، وقبل المحاكمة كان يخضع الإنسان إلى شتى صنوف التعذيب، كانت تقطع الأوصال، أوصال المتهم. وهناك حقيقة متحف
في ألمانيا وقد زرت هذا المتحف عن وسائل التعذيب التي كانت موجودة في العصور الوسطى التي كانت تستخدمها الكنيسة في تعذيب المعارضين من البروتستانت ومن جماعة من الجماعات الأخرى الإصلاحية. فمثلا على سبيل المثال أن هذه المحاكم حكمت على 100,000 امرأة، حكمت على 100,000 امرأة، 50,000 من هذه المجموعة كان الحكم هو الحرق حيا. فقط في ألمانيا تم حرق 25,000 امرأة من أنصار مارتن لوثر هذا الإصلاحي الذي حاول أن يجدد في الفكر المسيحي. بلغ عدد الذين تم محاكمتهم في القرن الثامن الهجري 300,000 شخص من البروتستانت. فعندما نقارن بين هذه المحاكم ومحكمة أمير المؤمنين اللي كانت قبل هذا التاريخ، يعني الإمام سلام الله عليه كان في القرن السابع، يعني بعد 100 عام أو 200 عام ظهرت هذه المحاكم في أوروبا، وكان حقيقة ذاك اليوم كانت هناك حضارتان، حضارة تتقدم يوما بعد يوم هي الحضارة الإسلامية بفكر أهل البيت بالقرآن الكريم بسنة رسول الله، كانت إلى جنب هذه الحضارة حضارة متخلفة لا تعرف للإنسان أي حقوق، هي الحضارة الغربية في العصور الوسطى. نأتي على النماذج التي وقعت في عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه مما نستطيع أن نفسره بتفسير النص لصالح المتهم. شخص أوصى لولده، أوصى أعطى لشخص لصديق من أصدقائه، أعطاه 10,000 درهم وقال له أعطي لولدي ما تحب. فعندما كبر هذا الولد وطالب بحقه أعطاه 1,000 درهم مع أنه المبلغ كان 10,000 درهم. فجاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وعرض له القضية أنه الأب قال لهذا الوصي، قال له ادفع لولدي ما تحب، ما حدد المبلغ كم، هل هو 1,000، هل هو 2,000، فهي مشكلة حقيقة. لكن الإمام سلام الله عليه نصير الضعفاء، نصير من لا نصير له، أمر بإعطاء الطفل أو الصبي 9,000. اعترض عليه هذا الشخص الوصي، اعترض، لماذا 9,000؟ قال لأنه الوصية أن تدفع بما تحب، ولما حجزت 9,000 لنفسك وأعطيت هذا الغلام 1,000 فهذا يعني أنك تحب 9,000، فالتسعة للصبي ولك 1,000. صوروا هذه الحكمة، صوروا هذا القاضي، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي يحكم بالعدل.
هذه حكاية. حكاية أخرى، شخص أوصى لشخص آخر بجزء من ماله ولم يحدد. مات هذا الشخص وطالب الورثة بالجزء، وورثته لا يعلمون كم هو الجزء، كلام مبهم غير محدد. لو كان قد أوصى بربع المبلغ أو بنصف المبلغ بثلث المبلغ أما جزء، ومسألة حقيقة من مسائل العويصة في قضاء أمير المؤمنين سلام الله على هذه المسألة. فما هو الحل يا أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الإمام سلام الله عليه وبسرعة البرق قال له السبع. وما الدليل يا أمير المؤمنين سلام الله عليك؟ دليله الآية القرآنية لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فالجزء هنا تعبير عن السبع، عن باب واحدة، الباب الواحدة من السبعة هو السبع. لكل يعني لكل باب منهم سبعة أبواب. صوروا هذا الاستنباط وهذا الاستدلال من كلام الله تبارك وتعالى. الإمام يستدل من هذه الآية لإعطاء الحل وحل هذه المشكلة. سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فإذن الجزء يعادل باب واحدة، ولما كانت الأبواب سبعة فإذن الجزء هو السبع. هذا الاستنباط أمير المؤمنين سلام الله عليه، وفعلا أعطي لهذا الشخص سبع المبلغ. وأيضا شخص أوصى، هذا طبعا كله في قضاء أمير المؤمنين، ويستطيع الأخوة أن يراجعوا الكتب، ومنه كتاب القضاء والنظام القضاء عند الإمام علي، وكتاب القضاء أمير المؤمنين للعلامة التستري كله، وفي كتاب بحر الأنوار، وفي كتاب الإرشاد للشيخ المفيد. كل هذه القضايا مذكورة، وهي حقيقة تفتح القلب وتوسع الذهنية كيف الإمام سلام الله عليه استطاع أن يستنبط هذه الأحكام من مصادرها. قضية أخرى، شخص أوصى بعتق عبد له قديم ومات، والآن جاء الوقت لتنفيذ الوصية لعتق ذلك العبد القديم. هذا المصطلح القديم ما شخص الاسم، الظاهر كان عنده عبيد كثيرين فما شخص الاسم، شخص العبد القديم. القديم ما هو؟ انظروا إلى استنباط أمير المؤمنين سلام الله عليه، استنبط من الآية الكريمة والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون أيها الإخوة هو العذق، العذق أو ما يصطلح بالعراقي العثق، يسمى بالعثق، وهو هذه التي تحمل التمر. وطبعا يستفاد منه في صنع السهام وما شابه ذلك وأشياء أخرى كثيرة. الآية القرآنية تشبه الهلال يعني والقمر قدرناه منازل، القمر طيلة الشهر في كل يوم له منزلة، بالبداية يكون هلالا وثم يكبر ثم يكبر ثم يصبح بدرا ثم يصغر 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 إلى أن يرجع هلالا،
ويصبح كالعرجون القديم. هذا العثق أو العذق هذا في بدايته لوحة مستقيمة، ثم بعد ذلك كلما زاد التمر نضوجا تحول التمر إلى رطب ثم إلى تمر، فكلما ازداد التمر هذا العثق ينحني أكثر فيتحول كالهلال، يشبه الهلال. والحمد لله نحن في العراق في هذه المدينة المقدسة أنعم الله علينا بالنخيل، ويستطيع كل واحد الآن ينظر إلى عثق النحل التمر ليشاهد بنفسه أن هذا العثق قد تحول إلى شكل الهلال، فكان هلالا ثم عاد كالعرجون القديم. الفترة بين خروج هذا العذق إلا أن يتحول هلال، وهي الفترة يعرفها الفلاحون 6 أشهر. هاي الفترة بين أن يخرج العذق بالشهر الثاني إلى أن يتحول إلى هلال ومنحني وينكس إلى شهر 7 شهر 8 عندما نأتي لنأخذ التمر. هذا العذق قد مر عليه 6 أشهر. فالإمام سلام الله عليه هذه العقلية الجبارة، هذا العلم الغزير، هذا الرجل الذي نزل القرآن وهو في حضن رسول الله العارف بالقرآن، عندما جاءوا إليه بهذه المسألة وأرادوا أن يعرفوا ما هو القديم، وبسرعة البرق قال لهم ابحثوا عن عبد اشتراه ملكه منذ 6 أشهر. فإذن القديم عند الإمام علي عليه السلام هو 6 أشهر، استفاد من العرجون القديم. هذه قضية أخرى من قضايا أمير المؤمنين. فإذن الإمام سلام الله عليه حاول أن يفسر دائما النص، يفسر لصالح المتهم أو لصالح من هو صاحب المصلحة في ذلك، وهذا فد منهج عظيم ومهم جدا، وممكن أن يكون سلوكا لقضاتنا أن يحاولوا أن يفسروا النص القانوني. وهذا موجود عند القضاة حقيقة اللي لهم معرفة ولهم حكمة، وهناك قضاة عندنا حقيقة من يتصفون بهذه الصفة، يخافون الله وأيضا لهم الحكمة والمعرفة. هؤلاء يحاولوا أن يفسروا النص دائما لمصلحة صاحب الحق المظلوم. وتعلمون أن النص له مرونة، ويحاول قدر الإمكان أن يستفيدوا من هذه المرونة في النص لصالح صاحب الحق، لصالح المتهم الضعيف. هذا الشيء نستفيد منه من أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأمر آخر أيضا عندما يصدر الحكم من حقوق المتهم هو مطالبة القاضي بالنص بالدليل. من حق المتهم عندما صدر عليه الحكم أن يطالب القاضي ما هو دليلك على هذا الكلام، إذا كان له دليل فموقفه صحيح وسليم، وإذا لم يملك الدليل فحكمه غير ماضي، حكمه باطل، ولنا شواهد على ذلك في حياة أمير المؤمنين سلام الله عليه. امرأة جيء بها إلى عثمان في خلافته، أيام خلافته، هذه الامرأة تزوجت منذ 6 أشهر
وقد أنجبت ولدا بعد 6 أشهر. زوجها شك كيف أنه زوجته تنجب 6 أشهر وقد مر على زواجه 6 أشهر، لم يمر أكثر من 6 أشهر. جاء بها إلى عثمان وأراد عثمان أن يرجمها، أن يقيم عليها الحد. فالإمام سلام الله عليه، هذه أيضا من الأمور المحسوبة للأمير سلام الله عليه، أوقف الحكم وأوقف المرأة وقال لعثمان: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك. فبعد ذلك جاء بالآية الكريمة: وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم بالآية الأخرى التي تقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحولين يعني سنتين، السنتين 24 شهر. نطرح 24 من حملهن وفصالهن 30 شهرا، يبقى كم؟ 6 أشهر. فإذا من الممكن أن يكون الحمل 6 أشهر. والإمام سلام الله عليه بهذا الاستدلال تمكن أن ينقذ هذه المرأة من موت محتوم. وقضية أخرى أيضا في قصة أخرى، رجل ضرب امرأة، ضربها وكانت حامل وقد أسقطت جنينها، وجنينها كان علقة. فتحير ذاك اليوم الناس كم عليه من دية، جاءوا به إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، عليه أن يدفع الدية الآن لأنه ضرب امرأة. هاي امرأة ممكن زوجته، ممكن أخته، ممكن امرأة غريبة، على أي حال هذا الرجل ضرب امرأة فأسقطت علقة. كما تعلمون أن الجنين يمر بمراحل: نطفة ثم علقة ثم مضغة. فإذا كان الجنين في مرحلة النطفة فديته 20 دينارا، وإذا كان في مرحلة العلقة ف40 دينارا، وإذا كان في مرحلة المضغة ف60 دينارا. وهذا هو حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه القضية عندما استند إلى الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. أول شيء النطفة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن هنا كان حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه لحل هذه المشكلة، لحل هذه المعضلة، أن تكون الدية 20 دينارا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أن نلتقي يوم غد لنكمل الحديث عن حقوق الإنسان لدى أمير المؤمنين سلام الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل رمضان، أهل رمضان الرحمة.